هاي المشكلة أنا أعتبرها أصبحت من الماضي، والعام القادم راح ننتهي من عدها، لأن أكو يعني رئاسة الوزراء اهتمت، وزارة التربية اهتمت بتوفير آلاف المباني. يعني بس في مديريتي راح تدخل للخدمة سنة الأخ 135 مدرسة جديدة، السنة اللي بعدها راح تدخل 120 مدرسة. بس بالنسبة للحاجة شقد؟ يعني أنا خلي أذكر لك أنا أذكر لك يا أنواع نحتاج لـ 8000 يعني مدرسة جديدة. لا خلي أنطيك العدد وصح. بالنسبة نبدأ من رياض الأطفال نحتاج 14000 بناية؟ لا مو صحيح هذا الكلام، شوي مبالغ به. إيش قد ما مبالغ به؟ لا إحنا إذا أريد أفك الإزدواج بمعنى أنه كل مدرسة، لا هاي رياض الأطفال، مو رياض الأطفال مهمة. لا هو مو وايد 14 مبالغ به. إيش قد ما مبالغ به؟ 10000؟ لا تقريبا بين 8000 إلى 10000 مبنى جديد حتى يفك الإزدواج. زين. حتى يستوعب الأعداد القادمة. لكن احنا نحسب يعني الان عندنا مثلا بدات المدارس الصينيه اللي 1000 مدرسه، بعدها 3000 مدرسه. دوله رئيس الوزراء اهتم كثيرا في قضيه حل الابنيه المدرسيه، بحيث بس فقط من مديريتي طلب عندي جرد لكل الاراضي حتى نبني عليها مدارس مباشره. احنا اعطيناه يمكن حوالي 245 قطعه، يعني هاي كلها راح تبني.